السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة إن شاء الله هنعمل الكسكسي بطريقة سهلة جدا وسريعة عن الطريقة المعتادة اللي كان بيتعمل بيها. هنعمله في الكبة وهيطلع معانا حلو جدا بإذن الله. يلا مع بعض نشوف طريقة تحضيره. في البداية أنا عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق وكوباية مية ونص معلقة صغيرة ملح. المية هنا حسب نوع الدقيق، ممكن نحتاج أقل من الكوباية وممكن نحتاج زيادة معلقة أو معلقتين. هننزل بالتدريج، بس هننزل الأول بالملح هندوبه في المية. بعد ما دوبناه خلاص والدقيق أهو معانا، هنجيب الكبة هننزل الدقيق في الكبة. ممكن تعملوا نص الكمية بنص الكمية علشان ما يبقاش كتير معاكو في الكبة وتطحن بكل سهولة معاكو. هننزل بالمية بالتدريج معانا علشان ما يتعجنش مننا، ولما يحتاج معانا هنضيف تاني مية. نضرب ضربة بالكبة ونوقف ونضرب تاني علشان نوصل القوام يكون زي الفتات كده. هننزل تاني بالمية ونبدأ نضرب تاني. لو المية زادت منكم ممكن تضيفوا معلقة دقيق تاني بمعلقة دقيق لحد ما يوصل معاكم القوام يبقى عامل شبه الرمل بالظبط. هيبقى بالشكل دوت بعد ما ضربناه. لو لسه في بقايا من الدقيق وما وصلناش للقوام دوت عادي نضيف معلقة مية بمعلقة مية لحد ما نوصل للشكل ده، يبقى شبه الرمل بالظبط كده ويبقى كل حباية بعيدة عن التانية. هو ده القوام المطلوب. هنكون مجهزين معانا شاشة بيضة أو أي قماشة بيضة عندكم علشان هنحط فيها الكسكسي اللي هنسويه فيها. هننزل الكسكسي من الكبة. ما تنسوش بقى اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس. واحنا بننزله بنفركه كده بين ايدينا علشان ما يبقاش في اي جزء مكلكع، وهو بيتفرك معانا كويس جدا علشان كل حباية فيه تكون مستوية تمام جدا. بين ايدينا كده وندعك عادي جدا، هيبقى معانا زي الفتات. الطريقة دي نتيجتها حلوة جدا ومضمونة بإذن الله، هتطلع معاكو أحلى كسكسي. بعد ما تأكدنا خلاص إن مفهوش أي كلاكيع وبقى بالقوام دوت، هنبدأ نقفل عليه بقى ونربط عليه كويس جدا، ونكون مجهزين حلة على النار وفيها مية تكون بتغلي وتكون فيها مصفى معانا. هنربط عليه كويس علشان البخار اللي هيطلع من المية هو اللي هيسولنا الكسكسي كده. تمام، هيبقى بالشكل ده. اهي الحلة هيت فيها مية، نصها مية وتكون بتغلي. هنحط عليها المصفى، بس تكون المصفى مش ملامسة للمية. وهننزل بالكسكسي ونغطي عليه جدا، ما يبقاش فيه اي بخار طالع منه علشان دوت هو اللي هيسولنا الكسكسي. والنار تكون عالية معانا علشان البخار يفضل شغال معانا ويسوي الكسكسي. بعد تلت ساعة بالظبط هنرفع الغطا ونشوفه معانا استوى. هنفتح عليه، ولو ما استواش معاكو عادي هتزودوا كمان شوية ترجعوه لحد ما يستوي معاكم. بقى بالشكل ده. هنبدأ نفككه بإيدينا كده لحد ما يبقى بالشكل ده. هنجيب الكبة تاني ونرجعه على الكبة علشان نديله ضربتين كده لحد ما يفك معانا. ناخد جزء جزء عشان ما يبقاش كتير على الكبة. هو انا ضربته مرة واحدة بس اللي هي دي بعد ما استوى المرة الاولى.
بيرجع تاني بيبقى عامل زي الفتات بالظبط كده. بعد ما اتضرب رجع تاني اهو معانا بقى بالشكل ده، طالع تحفة. هنجيب الشاشة تاني وننزله فيها علشان هنرجعه على النار تاني يستوي معانا على البخار، ونحاول نفرده كده في الشاشة علشان ما يبقاش مكتوم وكل البخار يدخل فيه كويس ويستوي معانا بكل سهولة. المرة التانية بياخد تلت ساعة برضو بالظبط اهو. بصوا حضراتكم مفكك كده من بعضه وكده تمام. انا في المرة التانية بجيب سمنة بلدي كده وبرشها عليه علشان طعمه كده يبقى متشرب من السمنة البلدي ويبقى طعمه جميل. هحاول ادخلها كده ما بينه وافركها كويس كده معاه كده تمام. هقفل عليه تاني وارجعه تاني على البخار علشان يكمل سواه. المرة ديت هياخد تلت ساعة كمان، هنعمله بنفس الطريقة بالظبط ونرجعه على النار. بعد ما رجعته على النار دي تاني مرة، بص حضراتكم استوى معانا. هنحاول نفككه كده، انا مرجعتوش الكبة تاني، مجرد ما عملته بايدي كده فك كل حباية من بعضها، بس نفركه كده بس بايدينا ويبقى كده تمام. طب لو لقيته فيه اي كلاكيع عادي رجعوه تاني الكبة وضربوه ضربة، ولو لقيته لسه ما استواش معاكو عادي ممكن تعمله مرة تالتة كمان ترجعوه على البخار يستوي فيه. انا مجهزة هنا طاسة وحط فيها سمن بلدي بديله تشويحة خفيفة جدا، بنزل بالكسكسي علشان يتشرب كده من طعم السمن البلدي، فالسمن البلدي هو اللي هتديله طعم جميل معاكو. هننزل بكل الكمية ونديها تشويحة خفيفة ويبقى كده جاهز معانا، كل حباية تكون متشربة بالسمنة. بص حضراتكو شكله عامل ازاي، مفلفل كده من بعضه وطالع تحفة، هيعجبكو جدا بإذن الله. وطريقة سريعة وسهلة، وقت ما تحبوا تاكلوا كسكسي هتعملوه بكل سهولة بإذن الله. كده جاهز معانا خلاص، خلاص كده جهز معانا. هنطفي عليه النار بقى وبعد كده نقدمه مع بعض. هنبدأ نغرفه بقى، أنا هنا هقدمه كحلو بالسكر البودرة والمكسرات. ممكن حضراتكو تقدموه مع خضار مشوي تاكلوه كحادق، أو لحوم مشوية أو فراخ زي ما تحبوا. بص حضراتكو طالع تحفة جدا معانا. هنرش عليه بقى السكر البودرة، الكمية اللي تحبوها. حطينا عليه السكر البودرة وأي مكسرات عندكو ممكن تضيفوها، جوز الهند، زبيب سوداني، بندق، اللي عند حضراتكو حطوه. اللي ما بيحبش المكسرات بالسكر البودرة بيبقى طعمه حلو جدا. تقدموا معاه لبن، بس اللبن يكون دافي علشان لو سخن ممكن يتعجن منكم ويبقى طعمه مش حلو. ياريت تجربوا الطريقة دي، لو جربتوها هتعجبكم جدا والنتيجة ممتازة. وكمان طريقة سهلة ممكن أي حد يقوم يعمله بكل سهولة. والزبيبة اهو معانا اهو جاهز معانا بقى بالشكل ده، واللبن كمان للي يحب يشرب معاه لبن او يحط عليه لبن زي ما تحبوا. يا رب اكون افدت حضراتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.